الأولى لصالح والعرقشي يعمل كنترول على البوزيشن الأولى للعرقشي كاني هي كاني يخترق بيطلع على السلة أولى نقاط المباراة عم يسجلها صانع ألعاب فريق بيروت كاني علي حيدر عم يخترق الحيدر بيعطي للويك سايد لديفيس ستايسي التسديد المباراة كمان مقطوعة من عمر يعمل ستين بروح على السلة عمر جمال الدين ما بينجح بالمحاولة ريباوند وفاة سبري كريم زينون بسجل كثير على الجيم خاصة من الناحية الدفاعية وزينون اللي عبر أنسى ريباوند هجوم إلى الحيدر عمر جمال الدين حلو كثير يا عمر لمين الريباوند لمين ديفيس ستايسي بيعمل كنترول مركزين بشكل كبير بشكل كبير مركزين هايكينج اوف شو بمر لوائل كريم زينون بياخذ التسديد اصول سيء وبسجل نقطة لكن علي حيدر بسجل الحيدر بسجل بس لصالح فريقه وائل عراشي وائل بيعمل موف بيعمل موف بيطلع الطابة لبرا تسديدة كيفن مارفي اصول سيء كمان ناجحة علي حيدر بلم الريباوند بمر بسرعة لعمر جمال الدين اللي رايح بالفاست بريك عمر جمال الدين عم يزيد لهالوقت كمان كريم زينون كريم زينون كمان عمر جمال الدين عمر بتوصل للحيدر حيدر ما بينجح بلم الاوفنسيف ريباوند بينجح بالتسديد تسديدة وائل الثلاثية ضرب العراج من بعيد على الديفنسيف ريباوند ديو بريس تسديدة ثلاثية تيسي بيرجع على أرض الجيم كمان كيني هيز على مقعد الاحتياط كيفن مارفي كيفن مارفي ريباوند جوردن جاكسون بيطلع على السلة بسجل جوردن كبير كمان عمل اوفنسيف ريباوند من وقت قليل بيعمل ديفنسيف ريباوند بمر لديوب اي لوف خاصة لما تكون مباراة فاصلة وحساسة جدا ممكن تعطي فريق التأهل على حساب الفريق الثاني باسكت ان للعراجي بسجل وائل بقطة الخامسة بالجيم وبياخذ الخطأ اللي رسطم على أرض الملعب ما يرتكب الخطا الاعاده واضح وفاول كيني رستم امام الدفاع فريق الرياضي بالمحاوله الاولى ما بينجح والعراج برد خمس نقط بالكوارتر الثاني لبيروت لهلا كيني هيز بسجل عن الارك نقطه السابعه عم تشوفوا كمان دفاع المنطقة شوف هالمرة هجوم فريق الرياضي اسماعيل بمر لكيفن مارفي بنفس الطريقة عندنا بدنا نسكور بالجيم ب 14 الوحيد بدبل فيجرز بالنقط رح تستني على حيدر باسكت الا الحيدر بسجل بتصور رح يخاطر المدرب احمد فران بده يو بريس بوقت السمعه عم يسجل كمان اسماعيل وديفيس بسجل نقطه كمان اسماعيل بفضي لامير بيعطي اوبن شوت لامير بسجل الستة باول كوارتر الاولى بهالكوارتر وقت علي حيدر عم يسجل نقطه ال 11 وائل لبرا عند اسماعيل كمان بفضي لامير لا 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 بيطلع الفرق 18 نقطة عمر جمال الدين حلو كثير الفينش زكي اسماعيل كيف عم يوصل له الطابات لامير سعود وامير الثالثة ثلاثة على الثوينة للفرنسا هلا سعود حلو التمريرة كمان بتطلع على حيدر تحت السلة بيسجل علي 13 علي عم يسجل من نقطتين امير برد بثلاثة وكيفن بفوت اوت تسديدة كريم الثلاثية ضرب دفاع المنطقة من جديد كيفن مارفي كيفن لبرا عند هايك هايكن جوكشان فيك بيخترق بوصلها لكيفن ميد رينج شوت بيسجل كيفن بيسجل نقطة كمان كيني يعكسها لجيرار ياخذ التسديدة
الثلاثيه بسجل وائل عراجي من التكنيكال فاول لانه اضاع لفريق بيروت ايزي تو بوينتس. جيرار ياخذ التسديده بسجل للمره الثانيه عن الاوتسايد جيم مرتين على التوالي. عم تشوفوا دفاع المنطقه كيفن مارفي بجرب يضربه من الارك ما بينجح. الريباوند الريباوند لديوف ديوف هايكي جوكشا بمر لديوف ريف كمان بسجل كمان. كريم زينون ميد رينج شوت ديوف ريف جوردن جاكسون بسجل جوردن. طلع فريق بيروت كيني هيز بروح بشكل سريع كيني بمرر اوبن شوت لرودريك عقليا اللي بينجح. تمريرة لمين بتوصل لجا عبد النور بسجل جا بسجل من تحت السلة. ستيسي كمان بسجل مع نهاية الكوارتر الثاني 13 نقطة لستيسي وصل على السلة وبسجل 15 نقطة لديه. ديو بريس رح يخترق بيعطي جو عبد النور تحت السلة ديوب بيكمل بيكمل وبسجل. كيني كيني هيز كيني هيز بيوصل على السلة بيسجل. كيني هيز نو اوفنسيف ريباوند او لا ريباوند دفاعي وكمان فاست بريك. عمر جمال الدين بمر للحيدر تحت السلة اند ون لفريقه بالتسجيل والعراجي بيختار بيسجل. العراجي بيسجل ستيسي لبرا عند علي حيدر اوبن شوت ما بيسجل حيدر. شو هيدا الاوفنسيف ريباوند يوم على السله بيكسر الطابه والعراجي بيعمل ستيل بطلع الفاست بريك 3 على 3 بالفاست بريك اند ون لكيفن مارفي بيسجل. كيفن مارفي نقطه 26 بياخذ الخطا كيفن رح يروح عنده رميه حره اضافيه بيطلع الفرق للثمانيه وممكن يعمل الفارق تسعه. كثير التمريرة يا وائل سبعة أسس وائل والعراجي بيطلع للزينون الزينون لكيفن مارفي تسديدة ثلاثية حاسم كيفن مارفي حاسم نقطة لكيني مع تسعة أسس يكسر الطابة والعراجي. عمر جمال الدين بيرجع بفير بلاي وهيدا الشيء اللي عم بيصير. فريق الرياضي بنهائي دور غرب اسيا فريق الرياضي بخلص السري بدور النصف النهائي مواجهه بيروت وبفوز عليه 2-0 بعد فوزه بالمباراه الاولى بمجمع مهند وفرد زعوم كاين بفوز اليوم بقاعه صائم سليم بالمناره ليأكد تقدمه لنهائي